بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى نموذج من نماذج اختبارات الفصل الثاني في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط. وبدون إطالة مع هذا الموضوع، إذن وجدنا هذه الوضعية في أحد المواضيع المقترحة من أحد الزملاء. ينبغي أن ننتبه جيدا إلى محتوى هذه الوضعية. يقول فيها: وضع محمد قطعة من النحاس في إناء به محلول من كبريتات الحديد ثنائي FeSO4، وبعد مدة زمنية لاحظ أن لون المحلول بدأ يتحول إلى الأزرق وتشكلت طبقة من المعدن على طبقة النحاس. قبل أن نمر إلى الأسئلة والمطلوب في هذه الوضعية، أعتقد أن هذه الوضعية تحتاج إلى تجربة للتأكد من صحتها، فلا أظن أن كبريتات النحاس أو نعم كبريتات يعني معدن الحديد يرجع النحاس، ثم تتم العملية العكسية، يعني النحاس يرجع الحديد. أعتقد أن هذا يحتاج إلى، قلت، إلى تجربة والتأكد من صحتها. لذلك فكرنا في إيجاد وضعية بديلة له، فاقترحنا هذه الوضعية التي وردت في أحد مواضيع شهادة التعليم المتوسط، أظن لسنة 2011. يقول: نضع بلورات كبريتات الحديد الثنائي FeSO4 في إناء ونشكل دارة كهربائية كما تبينه الوثيقة 1. ألف: ماذا يحدث عند غلق الدارة الكهربائية وماذا تستنتج؟ صف: ما يحدث عند إضافة الماء المقطر إلى بلورات كبريتات الحديد الثنائي وماذا تستنتج؟ كذلك نغمر صفيحة من الزنك في محلول كبريتات الحديد الثنائي، بعد فترة زمنية نلاحظ تشكل راسب على الجزء المغمور من الصفيحة، وعند إضافة قطرات من هيدروكسيد الصوديوم NaOH تشكل راسب أبيض صيغته الشاردية Zn2 زائد Z2OH ناقص. اكتب المعادلة الإجمالية لتبع كمية الحديد بين معدن الزنك ومحلول كبريتات الحديد الثنائي. ألف: بالصيغتين الشاردية والجزئية ثم بالأفراد الكيميائية المتفاعلة. إذن نبدأ بالفقرة الأولى: ماذا يحدث عند غلق الدارة الكهربائية وماذا تستنتج؟ إذن عند غلق الدارة الكهربائية في هذه الحالة لا ينحرف مؤشر الجالفانومتر ولا يتوهج المصباح، فماذا نستنتج من ذلك؟ أن الجسم الصلب الجزيئي لكبريتات الحديد الثنائي لا تنقل التيار الكهربائي. إذا نحن قلنا، رأينا في تجاربنا في دراستنا، أن الجسم الشاردي الصلب لا ينقل التيار الكهربائي، في حين لما ينحل في الماء يصبح ناقلا للكهرباء. وفسرنا ذلك، قلنا لأن في الحالة الصلبة تكون الشوارد مقيدة، يعني غير حرة الحركة، فلا تستطيع أن تنتقل من قطب إلى قطب، وبالتالي لا ينتقل التيار الكهربائي إلا إذا انحلت فتصبح حرة وتخضع للقوة الكهربائية للقطبين. ثم المطلب الثاني: عند إضافة الماء لبلورات كبريتات الحديد الثنائي يتوهج المصباح وينحرف مؤشر الجالفانومتر، دلالة على أن محلول كبريتات الحديد الثنائي ناقل التيار الكهربائي مثل ما ذكرنا، إذن فهو محلول شاردي. ثم الفقرة الموالية: كتابة المعادلة الإجمالية للتفاعل الحديد. إذا كان لدينا معدن الزنك الذي غمر في محلول كبريتات الحديد الثنائية، يعطي لنا، يعني يحدث هناك تبادل، يعني يرجع الحديد ويتأكسد الزنك، إذا فيصير لدينا كبريتات الزنك زائد معدن الحديد، هذا بالصيغة بالصيغة الشاردية أو بالصيغة الشاردية. ثم نكتب المعادلة بالصيغة الإحصائية أو الجزيئية: Zn(S) يعني صلب زائد FeSO4 محلول يعطي لنا Zn(SO4) محلول زائد Fe صلب، أي معدن الحديد، معدن الزنك ينحل يتأكسد
وينحل في المحلول ليتم إرجاع الحديد الذي كان عبارة عن شوارد فيتحول إلى معدن. يعني هناك عملية تبادل بين الشاردة والمعدن، وهذا ما يعرف لاحقا بالأكسدة والإرجاع. ثم بالأفراد الكيميائية، يعني كتابة المعادلة بالأفراد الكيميائية المتفاعلة. هنا نستبعد الفرد الكيميائي الذي لم يشارك وهو الكبريتات. لاحظ إذا زاد N صلب زائد شاردة الحديد الثنائية يحدث التفاعل، فتحدث عملية التبادل، تتحول ذرة الزنك إلى شاردة ثنائية، وتتحول شاردة الحديد الثنائية إلى ذرة الحديد. يعني هناك تبادل للأدوار بينهما. نمر إلى الوضعية الثانية، نعلق جسما صلبا S كتلته 1000 غرام بواسطة خيط F في حامل، ثم نتركه وشأنه كما هو موضح في الوثيقة 1. الوثيقة معنا في المبينة في الرسم. أولا أذكر الأفعال الميكانيكية المؤثرة في الجسم S، ثانيا أحسب ثقل الجسم S إذا علمت أن G تساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام، ثالثا مثل القوى المؤثرة على الجسم S إذا علمت أن 1 سنتيم يمثل 5 نيوتن، رابعا أرسم مخطط الأجسام المؤثرة المتأثرة مع إهمال قوة تأثير الهواء، خامسا كم تصبح كتلة الجسم آس على سطح القمر إذا علمت أن جاذبية القمر هي سدس جاذبية الأرض. إذا مع الوضعية خطوة خطوة، أولا الأفعال الميكانيكية المؤثرة في الجسم آس، لدينا ثقل الجسم S ونمذجه بالكتابة F لT على S، أي قوة جذب الأرض للجسم S، أو بالرمز P شعاع، يعني FT على S شعاع أو P شعاع، يعني الكتابتين صحيحتين. هذا بالنسبة لتمثيل ثقل الجسم. القوة الثانية المؤثرة هي قوة شد الخيط للجسم S وتكون متجهة نحو الأعلى. نمذجتها بالكتابة أو ننمذجها بالكتابة F لF على S، أي قوة شد الخيط للجملة S. ثم بعد ذلك ذكرنا الأفعال، أحسب ثقل الجسم. إذا ثقل الجسم S لدينا العلاقة التي درسناها P يساوي M في G، أي الثقل يساوي كتلة الجسم في قيمة الجاذبية الأرضية، يعني شدة شعاع الحقل. التطبيق العددي، نطبق هنا تطبيق مباشر فقط مع تحويل كتلة من الغرام إلى الكيلوغرام، هذا شرط، يعني 1000 غرام نحولها إلى الكيلوغرام تساوي 1 كيلوغرام، الجاذبية 10 نيوتن على الكيلوغرام، يكون الناتج 10 نيوتن بطبيعة الحال. إذا فهذا الجسم الذي كتلته 1000 غرام تكون شدة ثقله هي بي تساوي 110 نيوتن معذرة. ثم المطلب الثالث، تمثيل القوى المؤثرة على الجسم S بسلم المعطى، لدينا كل واحد سنتيم، لاحظ كل واحد سنتيم يمثل 5 نيوتن كما ورد في الوضعية، إذا ف10 نيوتن يمثلها إكس. نبحث عن إكس، إكس يساوي 10 في 1 على 5، يكون الناتج هو إكس يساوي 2 سنتيم، بمعنى أن الشعاع الذي سيمثل القوة سواء قوة الثقل أو قوة الخيط، قوة شد الخيط يساوي 2 سنتيم. إذا نمثل، فهذا هو الجسم أو الجملة S تؤثر عليه قوة ثقل عموديا من مركزه نحو الأسفل بشعاع نرسمه، قلت طوله 2 سنتيم حسب ما طلب منا، ونضع الرمز F شعاع لT على S، أي قوة جذب الأرض، أو P شعاع مباشرة في الجهة المقابلة بنفس الطول وفي على نفس الحامل، يعني قوتان متعاكستان في الاتجاه متساويتان في المقدار تؤديان إلى توازن الجسم. إذن ونرمز لهذه القوة بالرمز F شعاع لF على S، أي قوة شد الخيط للجسم S. هذا بالنسبة لتمثيل القوى. أرسم مخطط الأجسام المتأثرة مع إهمال قوة تأثير الهواء أو احتكاك الهواء. إذن هنا سنمثل مخطط أجسام متأثرة، لدينا الأجسام المتأثرة هي، معذرة هنا يعني سبقنا الأحداث، نصحح الترتيب.
إذن قلنا مخطط أجسام متأثرة لهذه الجملة. لدينا الحامل، تأثير متبادل بينه وبين الخيط، والخيط تأثير متبادل بينه وبين الجسم S. التأثير هو تأثير موضعي، تأثير تلامسي. ثم هناك تأثير الأرض على هذه الجمل، وهو تأثير بعدي نمثله بخط متقطع، وكذلك بين الجسم والأرض، وأيضا حتى بين الخيط والأرض، يعني لم نمثله ولكن ينبغي أن يكون موجودا. ثم مع المطلب الموالي أرسم مخططا كم تصبح كتلة الجسم آس على سطح القمر. لست أدري إذا كان الأستاذ يقصد هذا أم كان يقصد الثقل. المهم سنجيب عن الحالتين. فبالنسبة لكتلة الجسم آس لا تتأثر بتغير المكان، سواء كانت على الأرض أو على سطح القمر أو على أي كوكب آخر. لماذا؟ لأنها متعلقة بعدد ذرات الجسم الذي هو عدد ثابت. إذن فعدد الحبيبات أو عدد الذرات والجزيئات التي يتكون منها الجسم تبقى ثابتة سواء وضعتها على سطح الأرض أو على سطح القمر أو في أي مكان آخر، وبالتالي فالكتلة تكون ثابتة القيمة، لا تتغير بتغير المكان. بينما ثقل الجسم آس هو الذي يتأثر بتغير المكان. لماذا؟ لأنه متعلق بشدة حقل الجاذبية، وشدة حقل الجاذبية تتغير ببعد الجسم عن مركز الجسم الجاذب، سواء كان الكرة الأرضية أو القمر. إذن ففي هذه الحالة، في هذا السؤال، يصير ثقل الجسم الذي وجدناه يساوي 10 نيوتن فعلى سطح القمر يكون مساويا لسدس ثقله على الأرض، بمعنى 10 ضرب 1 تقسيم 6 نجد ثقل الجسم على سطح القمر. هذا بالنسبة للوضعية الثانية. نمر إلى الوضعية الإدماجية. كذلك هذه عبارة عن وضعية جاءت في أحد مواضيع شهادة تعليم المتوسط، وعلى ما أعتقد هي موضوع 2009. يقول: اشترى شخص غسالة كهربائية مستعملة، أعلمه البائع بوجود عيبين فيها. يتمثل العيب الأول في انسداد أنبوب صرف الماء نتيجة ترسب الكلس فيه CaCO3، إذن هذه الصيغة الجزيئية للكلس المترسب. ويتمثل العيب الثاني في تعرض مستعملها لصدمة كهربائية عند لمس هيكلها المعدني أثناء التشغيل أو الاشتغال. أولا يقول: أذكر السبب الذي أدى إلى تكهرب مستعمل الغسالة. ثانيا بين كيف يتم إصلاح أولا العيب الأول مع تبرير الإجابة، إصلاح العيب الثاني مع تبرير الإجابة، ببرر إجابتك برسم تخطيطي مناسب. إذن بالنسبة للسبب الذي يجعل مستعمل الغسالة يصاب بالتكهرب حينما أو بصدمة كهربائية حينما يلمسها، دليل على ملامسة سلك الطور للهيكل وغياب التوصيل الأرضي. الآن كيف يتم إزالة الراسب الكلسي؟ يتم إزالة الراسب الكلسي المترسب في أنبوب الصرف بواسطة حمض كلور الماء. لماذا؟ علل. لأن حمض كلور الماء يتفاعل مع الكلس فيؤدي إلى انحلاله وفق المعادلة التالية. إذن ينحل كربونات الكالسيوم وفق هذه المعادلة CaCO3 زائد 2RCl ينحل معطيا لنا CaCl2 كلور الكالسيوم زائد CO2 غاز ثاني أكسيد الكربون زائد الماء. إذن فيكون كربونات كلور الكالسيوم يكون منحلا في الماء، ثم نضيف لها الماء لتصريف هذه المواد التي صارت منحلة داخل الماء في الأنبوب. ثم كيف يصلح العيب الثاني؟ إذن العيب الثاني يتم إصلاحه بعزل سلك الطور الملامس لهيكل الغسالة بشكل جيد، ويمكن أن نستعمل حتى طلي المنطقة التي يتلامس فيها الطور مع البرغي، نطليها مثلا بالبرنيق لكي يكون عازلا. ثم
نتأكد من وجود التوصيل الأرضي، فإن لم يكن هناك توصيل أرضي فنقوم بتوصيله كما هو مبين في المخطط المقترح. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.